السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح؟ الحمد لله. طيب نفتح الشرائح إن شاء الله ونواصل مع بعض. في المحاضرة السابقة كان تكلمنا عن البنوك المركزية. اليوم إن شاء الله عاوزين نشوف أهداف البنوك التجارية. أهداف البنوك التجارية. قبل ما ندخل في أهداف البنوك التجارية نرجع شوية إلى اللقاء السابق. قبل كل الأخوة ما دخلوا إلى المحاضرة، فنحن قلنا تحدثنا عن البنك المركزي ووظائف البنك المركزي ومجالات إشراف ورعاية البنك المركزي. فقلنا البنك المركزي يا جماعة أو مؤسسة النقد هي منشأة مصرفية عليا لا تضع الربح في اعتبارها، وتنحصر وظيفتك في تدعيم النظام النقدي ومن ثم تدعيم النظام الاقتصادي. من وظائفها اللي هي خدمة الحكومة وعروضها وإصدار أوراق النقد والعمل على استقرار سوق رأس المال وتحديد كل من سعر الخصم وسعر الفائدة وموازنة سعر الصرف للعملة القومية وتدعيم النشاط الاقتصادي وخطط التنمية والإشراف والرغبة على البنوك التجارية. طيب ما هي مجالات الإشراف والرغبة بتاعت البنك المركزي على الجهاز المصرفي؟ قلنا أول شيء الرغبة على الإضراب والإشراف على تأسيس البنك وأموال البنك وسلامة المركز المالي والبيانات التي يطلبها البنك المركزي في أي وقت والتقارير السنوية. واضح؟ إذا يمكن يكون العدد ما شاء الله يعني دخلوا كويس إن شاء الله توصل الله. نعم إن شاء الله يا هنا. طيب اليوم عندنا أهداف البنك التجاري. أهداف البنك التجاري تقريبا تسعة أهداف اللي هي أمامنا. أول هدف اللي هو السيولة. السيولة. اثنين، الهدف الثاني الربحية. ثلاثة، الأمان. أربعة، نمو الموارد. خمسة، الحصة في السوق المصرفي. ستة، الانتشار الجغرافي. سبعة، هيكل العلماء العملاء. ثمانية، كفاءة وفعالية الجهاز الإداري. تسعة، أهداف الابتكار. تسعة أهداف نشوفها مع بعض. أول شيء السيولة. السيولة اللي هي النقدية الكاش. مثلا الآن يا جماعة نضع أموالنا في البنك، فإذا جيت تسحب فيجب أن تكون في سيولة. إذا جيت تسحب من الوديعة بتاعتك يجب أن تتوفر سيولة في أي وقت. فلذلك هي هدف من أهداف البنوك التجارية وهي من أهم الأهداف. من أهم الأهداف هي يا جماعة السيولة. فقال السيولة اللي هو هدف يرتبط بوجود البنك وكياني. هدف يرتبط بوجود البنك. البنك إذا ما فيه سيولة خلاص الناس كلها حتسحب أموالها عند أقرب فرصة. هدف يرتبط بوجود البنك وكياني. لا، لأن البنك لا يستطيع أن يقول لمودعيه تعالوا غدا. لا يستطيع البنك إذا أنت جيت تسحب من أموالك أن يقول لك تعال بكرة. لا أبدا لا يستطيع ذلك. وهو غير هو ما يمكن أن يفعله أي شخص أو تفعله أي شركة. فلذلك البنك إذا أنت عندك وديعة فيه وعاوز تسحب أموالك في أي وقت مفترض تتوفر السيولة لديه.
لا يستطيع البنك التجاري أن يقول لمودعيه تعالوا غدا إذا حبوا يسحبوا أمواله، وهو يمكن أن يفعله أي شخص أو تفعله أي شركة. مثلا يعني إذا استلفت من شخص أموال أو مسكته أموالك، فيمكن أن يقول لك تعال بكرة اليوم ما عندي كاش، أو اليوم مثلا ما صرفت أموال. فالشخص يمكن أن يقول لك، أو أي شركة أخرى مثلا، إن أنا أقرب مثلا شركات التأمين، يعني مثلا الآن أنا مأمن السيارة بتاعتي، ولا قدر الله حصل ضرر أو حصل خطر، فرحت عشان الشركة تعوضني، ما بتعطيك وقت تاني، ليست زي البنوك، لا تشبه البنوك. فلذلك لا بد إيش أن تأخذ فترة، يعني مثلا أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين حتى بعدك يعطوك أموالك أو تعويضك، لكن البنوك لا تعمل ذلك. فالسيولة هي أهم هدف من أهداف البنوك التجارية، وتحظى باهتمام بالغ من مسؤولي البنك اللي هو البنك التجاري والبنك المركزي. يعني زي ما ذكرنا، قلنا يا جماعة البنك المركزي بيجبر البنوك بأنها تحتفظ بسيولة اللي هي نسبة الاحتياط القانوني أو الإلزامي، بيقول عليها نسبة من الاحتياط القانوني أو إيش أو الإلزامي، يلزم البنوك أنها تحتفظ برصيد يعني عندها عند البنوك التجارية، ويوضع في حساب البنك المركزي أو مؤسسة النقد الموجود في البنك. يعني أي بنك تجاري الآن موجود عندنا في المملكة له حساب خاص أو فيه حساب يخص مؤسسة النقد، هذا الحساب يا جماعة بيوضع فيه الاحتياط القانوني أو الإلزام. ما الله نقصد بالاحتياط القانوني أو الإلزام؟ تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ ما الله نقصد بالاحتياط القانوني أو الإلزامي؟ ما فيكم حد شغال في البنك؟ أو أخذ تريننج في البنك؟ برصيد معين عشان إذا واجه البنك أي مشكلة يقدر يعطي العملاء حقهم، اللي هو يا جماعة احتياط تطوع الحكومة على البنوك يكون في مدخرات. خلوا بالكم الاحتياطي هذا يكون من كل وديعة نزلت في البنك. مثلا أنت أو أنت عندك حساب في البنك، مثلا أودعت في حسابك اليوم مثلا 100,000، سواء كان حساب جاري أو استثمار أو أي حساب، مثلا أودعت اليوم 100,000 ريال، فهنا يأخذ منه نسبة أو احتياط قانوني اللي هو حسب يعني حسب قانون البنك المركزي، يمكن أن تكون 20%، يمكن أن تكون 10%، يمكن أن تكون أكثر، اللي هي من كل وديعة تنزل في البنك بيأخذوا منها 20% وبيضعوها في حساب مؤسسة النقد الموجود في البنك التجاري. هذه 20% تمثل لي السيولة، يعني البنك لابد أن يحفظ بسيولة، والباقي يوديه وين يا جماعة؟ الباقي يستثمره، سواء كان في أوراق تجارية أو يأخذ مثلا يعطيه أشخاص آخرين قروض أو أي شيء آخر. فلذلك لابد أن يحفظ بجزء من هذه الأموال كسيولة عنده، تحظى باهتمام بالغ من مسؤولي البنك والبنك المركزي. البنك المركزي بيجبر البنوك التجارية أنها تحتفظ بسيولة معينة. طيب لها مؤشرات خاصة بها، حسب احنا قلنا مؤشرات البنك المركزي في الاحتفاظ بالسيولة، يمكن أن يزيد النسبة ويمكن أن يقللها، وبنعرفها إن شاء الله أكثر. يعني لو خسر البنك يرجع لك فقط اللي في البنك المركزي؟ لا 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 يا عبد الرحمن، البنك يرجع كل أموالك، ليست اللي موجودة في البنك المركزي. هذه الموجودة في البنك المركزي هي مثلا ما كل الناس يا جماعة بيسحبوا من حساباتهم في يوم واحد، فلذلك هنا البنك المركزي لا بد أن يخلي البنوك التجارية تحتفظ برصيد، فإذا جاء أي حد يسحب من أمواله في أي وقت يسحب. فلذلك أنا يمكن اليوم أوضع 100,000 وبعد أسبوع أجي أسحبها كلها 100,000، تجد موجودة الرصيد. فلذلك ما أنت اللي بتسحب فقط وما أنت اللي موضع فقط، وفي ناس كثيرين جدا جدا عندهم ودايع، فلا بد البنك أن يحتفظ بجزء منها كرصيد احتياطي للناس اللي بيجي يسحبوا من ودايعهم.
فالان لانك حساب في البنك ما ممكن تسحبه كله او ما ممكن يعني كل الناس يسحبوا في وقت واحد، لكن غالبا بتكون في ضغوطات في السحوبات متى في الاجازات مثلا او في المناسبات اللي هي في الاعياد وهكذا. طيب من اهداف البنك التجاري ايضا قالوا الربحيه، لا بد يا جماعه البنوك التجاريه ان تحقق ارباح. لماذا؟ قالوا ليست محل نقاش، اذا خسر البنك فان المساهمين يهربون او يبيعون اسهمهم عند اول فرصه. لا بد البنك يا جماعه ان يحقق ارباح، لا بد من البنك ان يحقق ارباح، لانه اذا خسر البنك فهنا سمعة ماليه يا جماعه ضعفت، فلذلك بيسحبوا اموالهم او بيبيعوا الاسهم الموجوده فيها، وربما يسندون اداره البنك الى جهه جديره بشكل افضل، وايضا الربحيه لها مؤشرات خاصه بها. يعني قالوا لا بد من البنوك من اهدافها ان تحقق ارباح. لماذا؟ لانه يا جماعه اصحاب الودائع عاوزين فوائد، العاملين في البنك عاوزين مرتبات واجور، اصحاب البنك نفسهم اصحاب المالكين او اصحاب الاسهم او اصحاب السندات عاوزين ايضا يا جماعه فوائد، فلذلك البنك لا بد ان يحقق ارباح، وهو ايضا هدف مهم جدا. طيب ثلاثه، الامان. الامان وهي اشياء مهمه جدا جدا، فبمعنى شعور المودعين، خلوا بالكم شعور المودعين والمتعاملين مع البنك بالاطمئنان على اموالهم. شعور من؟ شعور المودعين، يعني اي شخص وضع ماله في البنك ان يكون يشعر بامان. والمتعاملين مع البنك اللي هو الناس اللي بيتعاملوا مع البنك ايضا، سواء كان انت عندك اموال فيه او مثلا بتستثمر او البنك مثلا، يعني فبتكون مرتاح نفسيا. نعم يا عبد الرحمن، فشعور المودعين والمتعاملين مع البنك بالاطمئنان، يطمئنوا على اسهم واموالنا الموجوده هذه او معاملاتنا الموجوده، فالبنك ما له يا جماعه فيه امان كبير. فلذلك الان يا جماعه الناس ما بتحتفظ باموالها في البيوت. لماذا؟ فبتخشى من ان تكون في سرقه او تكون مثلا يعني اللهم صل على سيدنا محمد اختلاس، او فلذلك في الشركات ايضا، فعلى طول في نهاية كل يوم المحاسب يورد الأموال وين؟ للبنك، لأنه هو محل يعني أمان، ليست كروس أغلام، لا مطالبين يعني. يعني مثلا يقول لك الأمان مقصود به شعور المودعين والمتعاملين وشعور إدارة البنك بالأمان، فلذلك دي لابد أن نعرف شرحها. الأمان بمعنى شعور المودعين والمتعاملين مع البنك بالاطمئنان على اموالهم، وايضا شعور اداره البنك، شعور اداره البنك لابد ان تشعر، شعور اداره البنك والمتعاملين بالثقه في ادائهم ونجاحهم من ناحيه اخرى. فلذلك هي ليست مودعين فقط ومتعاملين، لابد اداره البنك ايضا ان تكون مطمئنه، والعاملين ايضا يكونوا مطمئن في ادائهم ونجاحهم من ناحيه اخرى. واطمئنان البنك المركزي ايضا، لابد البنك المركزي ان يطمئن على ايش؟ على سن البنك يعني فيه امان للافراد، واطمئنان البنك المركزي الى ان البنك يسير وفقا للقواعد المتفق عليها والتي تحقق مصلحه الاقتصاد الوطني من ناحيه ثانيه. واضح يا جماعه؟ يعني الامان يعني لنا شعور المتعاملين والمودعين بالاطمئنان على اموالهم. ايضا شعور اداره البنك والمتعاملين بالثقه في ادائهم ونجاحهم. ايضا اطمئنان البنك المركزي الى ان البنك اللي التجاري يسير وفقا للقواعد المتفق عليها. واضح يا جماعه؟ طيب اربعه، نمو الموارد. اربعه، نمو الموارد. تعتمد البنوك التجاريه على جذب الودائع لتحقيق اهدافها. يقاس حجم البنك بحجم الودائع التي يجمعها في المقام الاول، بالاضافه الى اي موارد اخرى اللي هو زي الاملاك بتاعت اصحاب البنك. يعني نمو الموارد، ولو جانا سؤال انه موارد البنك اهم من اهم موارد البنك، هي يا جماعه
الودائع، أن يجذب الودائع. تعتمد البنوك التجارية على جذب الودائع لتحقيق أهدافها. يعني إذا ما عندها ودائع، يعني ما جذبت أموال الأفراد أو الشركات لديها اللي هي الودائع، ما بتحقق أهدافها. يغادها حجم البنك بحجم الودائع الموجودة فيه بالمقام الأول، بالإضافة إلى الموارد الأخرى كحق الملكية أو أي أموال وضعت تحت التصرف. خمسة، من أهداف البنك الحصة في السوق المصرفي. وإيش نقصد في الحصة؟ الناس تدرس التسويق، الناس تدرس التسويق، يقول لك الحصة السوقية، الحصة في السوق المصرفي. ماذا نقصد بالحصة؟ قسمة، أيوة، حصته، الجزء، يعني لا بد أن يكسب. يكسب إيش؟ اللي هو جذب العملاء إليه، جذب العملاء إليه يعتبر يا جماعة حصة، جذب الودائع يعتبر حصة. فلذلك البنوك بتحاول أن تجذب كل الناس إليها. الحصة التي يأخذها البنوك البنك، الحصة التي يأخذها من البنوك الأخرى، لا لا، ما يأخذها من البنوك الأخرى في السوق، لا. يعني مثلا حصة يأخذها من الجمهور وليست من البنوك، حصة يأخذها من الجمهور، نصيبك كم من العملاء؟ نعم، يعني مثلا الآن نحن درسنا التسويق، لا بد أنت أن تعرف حصتك السوقية كم تبيع، كم تربح. إذا نفس الشيء البنوك، كم يعني تكسب من عملاء. يعني مثلا الآن عندنا في جامعة الإمام في بعض البنوك الموظفين واضعين حساباتهم عندها كده، هي جذبت هؤلاء العملاء إليها. فطالما أنه مرتبك بينزل في البنك، فهنا البنك يذهب الوديعة بتاعك. لتسعى البنوك التجارية دائما إلى زيادة حصتها في السوق المصرفي. قد لا يرغب بعض المسؤولين في البنوك التجارية في أن تكون حصته المصرفية كبيرة جدا. قالوا إذا كان الحصة المصرفية كبيرة جدا، فهذا قالوا يمكن أن يكون مبرر للتدخل الحكومي. يعني يضعون مؤسسة النقد تضعهم في المراقبة، ولا تحب أن تكون الحصة صغيرة. فإذا كانت الحصة السوقية صغيرة يا جماعة مالو، يمكن البنك أن يحتل عند أول صدمة بتاعت خسارة أو أول صدمة بتاعت سحوبات كبيرة، فلذلك لا يستطيع أن يتحملها. فهنا البنوك دائما بتحبذ أن تكون حصتها مالها يا جماعة وسط، لا كبيرة شديد يعني تجيب لها شبهة، ولا تكون صغيرة حتى تتأثر بالسحوبات أو أي خسارة حصلت لها. ستة، من أهداف البنك التجاري أيضا قالوا يا جماعة الانتشار الجغرافي. يعني البنوك تضع أو تعمل تنشئ لها أفرع في مناطق أخرى. الانتشار الجغرافي، يفضل انتشار البنك التجاري جغرافيا من أجل تبعية المزيد أو تعبئة المزيد من المدخرات. المدخرات إيش يا جماعة؟ اللي هي الموارد، يعني يكون عنده مزيد من الموارد. يفضل انتشار البنك التجاري جغرافيا من أجل تعبئة المزيد من المدخرات. يعني مثلا لا يكون مثلا عنده فقط الأفرع بتاعته في الرياض، وما تكون عنده أفرع في المدن الأخرى. فلذلك هنا جذب فقط الناس اللي موجودين في العراق في الرياض، وأهمل الآخرين الموجودين مثلا في المدن الأخرى. ويعتبر غالبية غيالات البنوك التجارية أن مثلا تواجد البنك في كل مدينة. يعني لو لاحظنا الآن كل مدينة في المملكة يوجد فيها كم فرع من البنوك، كل مدينة في المملكة. لماذا؟ عشان البنك يا جماعة يجذب أكثر عدد من العملاء. يعتبر غالبية غيالات البنوك التجارية أن مثلا تواجد البنك في كل مدينة وكل قرية مسألة ضرورية، حتى ولو كان بعض الفروع تحقق خسائر. يعني قال مسألة ضرورية عشان تجذب الودائع الموجودة هناك، حتى مثلا لا تهاجر الأموال الموجودة في المدن الصغيرة إلى المدن النائية الكبيرة وهكذا. يعني مثلا زي عندنا مصرف الراشي، يعني مثالا، وتوجد موجود في كل مدينة وكل قرية حتى يعني يجذب العملاء، وهذا هو توسع جغرافي، وهذا من أهداف البنوك التجارية.
يعني كده بتكسب اكثر يعني فوائد، وايضا بتكسب موارد، وايضا مصرف الرائحه زي ما قال نور يعني عنده افرع في مدن خارج المملكه. يعني مثلا عندنا في السودان في فرع الراسي موجود عندنا هناك في السودان، وهكذا. انور معلش. طيب، وفعلا فيها تقليل للمخاطر زي ما قالت منال، فيها تقليل للمخاطر. يعني مثلا اذا كان حصل حريق للبنك ما يكون كل الاموال مكدسه في فرع واحد، يجب ان تكون الاموال الماليه مع موزعه. طيب، سبعه، هيكل العملاء. ايش هيكل العملاء؟ فعلا يا ابراهيم، بنك فيصل الاسلامي موجود منتشر في كل المناطق ايضا نفسه. نعم، بنك فيصل الاسلامي ابراهيم احمد، والان موجود عندنا في السودان وفي اغلب الدول. فايضا عندنا هيكل العملاء. ماذا نقصد بهيكل العملاء؟ اللي هم انواع، اللي هم يا جماعه هيكل العملاء بيتقسمون مثلا صغار العملاء ومتوسطي الدخل وكبار العملاء اللي هم فئات تهتم غالبيه قيادات البنوك التجاريه بتركيبه العملاء. ولا تكتفي بحجم الودائع فقط. يعني قالوا البنوك ما بتحب انها تجذب الودائع فقط، لا، ولا بد ان يكون عندها ايش؟ تركيبه بتاع العملاء. بعض البنوك يفضل التعامل مع كبار العملاء، يعني في بعض البنوك ان العملاء بتاعنا يكونوا كلهم كبار، لا تتعامل مع اي حد، فبتجذب الكبار العملاء او الشركات الكبرى اليهم. البعض الاخر يفضل التعامل مع صغار العملاء ايضا، زي البنوك التجاريه، البنوك الاسلاميه لانها بنوك للتنميه. البعض الثالث يفضل هيكلا متوازنا، يعني في بعض البنوك بتخلي ايش؟ تشكيله بين العملاء الكبار والصغار والمتوسطين وهكذا، حتى ولو كان التعامل مع بعض العملاء يحقق مساعد. ما شاء الله. فلذلك لابد ان يكون في ايش؟ هيكل متوازن بين الصغار والكبار والمتوسطين وهكذا. طيب، ثمانية، كفاءة وفعالية الجهاز الإداري. أيضا هذه من أهداف البنك التجاري. تأتي أهمية هذا الهدف من أهمية إدارة المستقبل وأهمية التطور المستقبلي للبنك. يرتبط هذا الهدف بكفاءة وفعالية المديرين. هذا الهدف يعني يرتبط ليه يا جماعة؟ بالكفاءة والفعالية. وماذا نقصد بالكفاءة والفعالية يا جماعة؟ ماذا نقصد بالكفاءة والفعالية؟ دائما بنجدها يعني هذه الكلمتين مترادفتين، دائما نجدها في وبنلقاها يا جماعة في التسويق، في الإدارة الاستراتيجية، في الإدارة الإنتاج. دائما بقول لك بكفاءة وفعالية أو بفعالية وكفاءة. قالت المنال، قالت الكفاءة العمل بالطريقة الصحيحة، والفعالية إيش؟ الكفاءة القيام بالعمل بشكل صحيح. خلوا بالكم بكفاءة وفعالية. الكفاءة هي اختيار الشيء الصحيح. الكفاءة هي اختيار الشيء، الفعالية أقصد. الفعالية هي أنك تختار الشيء الصحيح. الكفاءة الشيء اللي اخترته أنت صحيح، يجب أن تعمله بطريقة صحيحة. واضح يا جماعة؟ الشيء اللي اخترته صحيح هذا يجب أن تعمله بطريقة صحيحة. يرتبط هذا الهدف بكفاءة وفعالية المديرين اللي هم الاختيار الصحيح وعمل أيضا يكون بطريقة صحيحة. كما يرتبط بكفاءة والتزام وانسجام موظفي البنك. ايضا ده هدف ايش؟ الكفاءة وفعالية الجهاز الإداري. الهدف الأخير بتاع البنوك التجارية اللي هو غالبا يا جماعة أهداف الابتكار. أهداف ايش؟ أهداف الابتكار. طيب، لا تقل أهمية عن أهداف التشغيل اليومي. تتضمن الخدمات والأنشطة الجديدة
التي يمكن أن يقدمها البنك، الخدمات اللي بيقدمها لنا البنك. الآن لو لاحظنا أنت إذا عندك حساب في البنك فيمكن من حسابك البنك يقدم لك خدمات كثيرة جدا جدا. يعني الآن أنا إذا دخلت مثلا خليه الحاسب الآلي اللي عندي مثلا من الصراف الآلي بتاعت الصراف، يعني يمكن أن تسحب هذه الخدمة سحب، ويمكن أن تودع هذه الخدمة، ويمكن أن تشتري هذه الخدمة، ويمكن أن تدفع الفواتير. هذه كلها تنتبه إيه يا جماعة؟ خدمات تتضمن الخدمات والأنشطة الجديدة التي يمكن أن يقدمها البنك، كما تتضمن الطرق الجديدة لأداء الخدمات وممارسة الأنشطة بشكل أسرع أو بجودة أعلى. وكل مرة يا جماعة وكل مرات البنوك ما لا يا جماعة بتحاول تدخل لنا خدمات جديدة. يعني مثلا الآن في السابق خلاص بتابع الصراف الآلي لا تستطيع أن تجددها إلا تروح الفرع. وأيضا الآن يعني فكرة موجودة عندنا أن تجدد البطاقة على الصراف وين يا جماعة؟ في صرافات معينة على الصراف الآلي تجدد البطاقة وتعطيك إياها. الآن أيضا عندنا دفتر الشيك من دون الرجوع للموظف. نعم عندنا دفتر الشيك الآن يمكن أن تطلبه من البطاقة الماكينة على الصراف الآلي. فدي كلها يا جماعة خدمات بتقدمها لنا البنوك التجارية، وكل مرة يعني احنا بنحاول يعني بنكتشف انه في خدمات زيادة. فكده نكون خلصنا الاهداف بتاعت البنوك التجارية، ونشوف ايش هناخد ايش ان شاء الله تعالى نشوف لان نتناول القروض في البنوك التجارية. القروض في البنوك التجارية ماذا ما هو القرض وكيف البنوك تقدم القروض وكيف ايضا تقلل من مخاطرها. القروض اسهل شيء يا عبد الرحمن. طيب إدارة القروض في البنوك التجارية لا ليسها الاهداف ليست كلها ما رؤوس اغلاق. في بعض الاشياء يا جماعة لا بد ان نفهم مثلا يقول لك الامان يقصد به ايش؟ فبيجيك في الخيارات وصعب خطا لا بد ان نعرفها. فإدارة انا بوضح لكم اكثر يا جماعة كل هذه الاشياء في الاخر محاضرة، كل هذا بركز لكم في اشياء محددة ان شاء الله وتصيروا مبسوطين باذن الله تعالى. طيب نشوف اليوم إدارة القروض للبنوك التجارية. هنتناول تعريف القرض، ظهر لانكم شرائح تمام. هنتناول ان شاء الله يعني تعريف القرض والمقصود بالائتمان المصرفي واهم انواع القروض وكيف يمكن للبنوك التجاريه ان تسيطر على مخاطر القروض. فعائشه قالت المحاضره الثامنه محذوفه. يا عائشه انا فقط ارسلت لكم الشرائح هذه في اول لقاء وقلت لكم الشرائح اللي انا بعرض لكم هي فقط اللي انتم مسؤولين عنها، فانا ما بعرف المحاضره الثامنه ايش هي. فاي شيء انا عرضت لكم هو المطالبين به، شيء ما عرضت لكم انتم ما مطالبين به. واضح يا جماعه؟ في شيء كثير جدا جدا محذوف. فان شاء الله حاعطيكم تكاليف يا ابونا ما تشيلوا هم ان شاء الله، عندي تكليفين ان شاء الله حاضع عليكم في المنتدى. بس نمشي محاضرة اليوم وبعدها مباشرة ان شاء الله حنضع التكليفات الذاتية. طيب نشوف اولا تعريف القرض. ما المقصود بالقروض او ما المقصود بالقرض؟ قالوا يا جماعة هي قيام البنك بمد القير بمبلغ من المال. يعني القرض هو ان البنك يمد اي فرد بمبلغ من المال، مد الغير سواء كان تمثل هذا في شخص او في شركه. قيام البنك يعني يعطيك مبلغ من المال اللي هو قرض، اما في شكل نقديه، خلوا بالكم، قال اما ان يعطيك كاش نقديه او في شكل ائتمان مصرفي. خلوا بالكم معايا يا جماعه، القروض اللي هي المقصود بها ان البنك يعطيك مبلغ من المال اما في شكل كاش اللي هي نقديه او في شكل ائتمان مصرفي. وماذا نقصد بالائتمان المصرفي؟
ما هو مقصود بالائتمان المصرفي؟ الائتمان المصرفي قيام البنك بفتح حساب لصالح العميل في دفاتره، يتمكن العميل من السحب من هذا الحساب في الحدود التي يقررها البنك. يعني هنا البنك يفتح لك حساب وانت تسحب من هذا الحساب في اي وقت تشاء، حتى وان كان ما عندك رصيد، حتى اذا اصلا ما عندك رصيد، فاللي هو ده قرض، يعتبر ان البنك اعطاه قرض كمثل الفيزا. ايوه ممتازين، اللي هي مثل بطاقه ائتمانيه، فالبنك يعطيك اياها مثلا وفيها مبلغ معين اللي يتمكن العميل من السحب من هذا الحساب في الحدود التي يقررها البنك، مثلا يعطيك اياهم فيها 100,000 او فيها 70,000. اي ما شرط القرض يكون كاش، نعم ما شرط القرض يكون كاش. فيضيف البنك فائده على الارض المدينه الناتجه عن السحب، اي شيء سحبته البنك ماله يا جماعه بيضيف عليه فوائد. يتعهد العميل بدفع قيمة الأرصدة المدينة وفوائدها في مواعيد استحقاقها. الشيء اللي أنت سحبته من هذه ويمكن أن تسددها بالفوائد بتاعها في مواعيد معينة بحددها لك البنك. الآن مثلا أنا عندي حساب في أحد البنوك، فبيفتح لك حساب أو بيعطيك بطاقة ائتمانية فمثلا فيها 100,000 ريال، بيعطيك أنك تستخدم هذه البطاقة لمدة 3 شهور معفي عن معفي من الفوائد. وهذا يا جماعة ميزة أو خدمة يقدمها البنك عشان يجذب العملاء. فمثلا 3 شهور أنت تسحب منها، لكن لا بد أن تسددها في خلال هذه الفترة. أما بعد ذلك إذا سحبت ففي فوائد حسب السحب بتاعك. غالبا يدعم هذا التعهد بضمانات كافية تكفل للبنك استرداد حقوقه من العميل في حالة تعثره أو امتناعه عن الدفع. فهنا قالوا يا جماعة البنك ما بيعطيك هذه البطاقة أو هذا الائتمان إلا أنه إيش؟ يأخذ منك ضمانات أو رهونات. ضمانات كافية. ما هي الضمانات؟ مثلا أنا الآن موظف في جامعة الإمام، فعاوز قرض من البنك إما كاش أو مثلا في شكل بتاع بطاقة ائتمانية كالفيزا، هي فيزا كاف. فهنا البنك لا بد ان ياخذ ضمانات. ايش هي الضمانات؟ لا بد ان يثبت الراتب عندي، لان انا موظف، يثبت الراتب بتاعي عنده. يعني اي اموالي كلها اللي بصرفها انا من الجامعه او اللي بتاتيني من الجامعه سواء كان رواتب او حوافز او اي ساعات اضافيه فكلها تنزل عند البنك. فهنا البنك ماله يا جماعه جذب الودائع بتاعتي بطريقه ايش؟ يعني غير مباشره. ما هي أنواع القروض؟ ما هي أنواع القروض؟ فهنا يمكن أن نقول يعني كرؤوس أقلام. أولا القروض على أساس الضمان، القروض على أساس الضمان اللي هي قروض بضمان عيني وقروض بضمان شخصي. قروض بإيش؟ بضمان عيني. اللي هي الضمان عيني اللي هي الرهونات، ضمان عيني يعني شيء يرهن البنك عنده. فهنا مثلا لنا صاحب المرجع قال مثلا الحاصلات الزراعية، يعني الآلات الزراعية يمكن أن تكون كرهن. أيضا البضائع، الأوراق المالية لا المستندات، هي أيضا يمكن أن تكون البنك يرهنها اللي هي ضمان. أو كمبيالات أو أي أملاك يرى البنك صلاحيتها لضمان استرداده لحقوقه في حالة تعثر العميل أو امتناعه عن الدفع. فإن البنك يا جماعة عشان يكون مطمئن فالقرض اللي بضمان عيني يجب ان يكون انت ترهن شيء للبنك. فاذا انت تعثرت عن الدفع حصل لك اي شيء او امتنعت فالبنك يتصرف في الشيء المرهون عنده. طيب كرؤوس اقلام، نعم يا منى، نعم. قروض بضمان شخصي، شخصيه المقترض او شخصيه ضامن اخر هي الضامن لحقوق البنك تجاه العميل. خلوا بالكم معي، ما هو المقصود بالائتمان المصرفي؟ يعني نحن نبدأ من الأول، ما هو المقصود بالغرض؟ الغرض أن البنك يعطي العميل مبلغ من المال، خلاص. ما هو الائتمان المصرفي؟ الائتمان المصرفي أن البنك يفتح لك حساب وأنت تسحب من هذا الحساب في المبلغ الذي يحدد البنك، خلاص، ما تقدر أي حاجة غير ذلك. ما هي أنواع القروض؟ أنواع القروض أولاً
خلوا بالكم، اولا على اساس الضمان، على اساس الضمان ما تعرف ما تحفظ لي الا رؤوس اغلاق اللي هي قروض بضمان عيني وقروض بضمان شخصي بس فقط. لكن احنا الشرح هذا عشان تفهم ايش بضمان شخصي او ايش بضمان عيني. الضمان العيني هو ان البنك ياخذ منك رهن. الضمان الشخصي البنك يعطيك قرض من دون ايش؟ من دون ضمان او من دون رهن. واضح؟ قروض بضمان شخصي شخصية المقترض او شخصية ضامن اخر هي الضامن لحقوق البنك تجاه العميل. يعني يمكن البنك يعطيك قرض يعني لشخصيتك انت فقط من دون ما تجيب له كفيل او شخصية ضامن اخر او كفيل يكفلك شخص ثاني فيضمنك لدى البنك. يعني انت يمكن تكون ما معروف لكن جبت بشخص اخر معروف لدى البنك او موظف في اي جهة فهذا يعني يضمنك وسيرتك ايضا للعمل هي الشخصية الذات شخصيتك. طيب ثانيا انواع القروض على اساس الاستحقاق، وعلى اساس الاستحقاق ما تعرف لي الا قروض قصيرة الاجل وقروض متوسطة الاجل وقروض طويلة الاجل. هذه صعبة يا جماعة. انواع القروض على اساس الاستحقاق اللي هي قروض قصيرة الاجل وقروض طويلة الاجل وقروض متوسطة الاجل، سهلة جدا جدا. القروض قصيرة الاجل تستحق السداد والفوائد خلال فترة زمنية تعادل سنة او اقل. يعني دائما القرض لما تكون قصيرة الاجل فهو اقل من سنة او يعادله. القرض متوسطة الاجل تستحق السداد والفوائد خلال فترة زمنية اكثر من سنة الى 5 سنوات، هذا متوسط. اما القروض طويلة الاجل اللي هي يا جماعة تستحق السداد والفوائد خلال فترة زمنية تزيد عن 5 سنوات ويمكن تحصل 30 سنة يقول عليها طويلة الاجل. طيب ثالثا على اساس طريقة السداد، قالوا يا جماعة تنقسم الى 2 قروض تسدد بالكامل وقروض تسدد على اقساط. قروض تسدد بالكامل وقروض ايش؟ تسدد على اقساط. دائما القرض لما تكون قصير الاجل وفترة بسيطة يا جماعة فممكن ان يسدد بالكامل مع الفوائد بتاعته. والقروض اللي تسدد على اقساط دائما هي القروض ما يا جماعة الطويلة الاجل. طيب خلوا بالكم للشيء المهم، كيف يمكن للبنوك التجارية ان تسيطر على مخاطر القروض؟ ده مهم جدا جدا. كيف يمكن للبنك ان يسيطر او يقلل من مخاطر القروض؟ البنك يديك قرض فكيف يقلل من المخاطر؟ للسيطرة على مخاطر القروض تقوم البنوك التجارية بواحد او اكثر مما يلي اللي هي تقريبا 4 نقاط، يعني تحفظ لك 4 نقاط وليس تفتح كرؤوس اغلاق فقط. نشوفها مع بعض الـ4 نقاط كيف يمكن البنوك التجاريه السيطرة على مخاطر القروض. 1 تحديد حريه المقترض والزامه بتصرفات معينه. تحديد حريه المقترض والزامه يعني البنك يحدد حريتك ويلزمك باشياء معينه او تعملها. تتضمن بنود عرض الاقتراض واحده او اكثر مما يلي: تقديم قوائم الحسابات الختاميه في فترات محدده خلال مده القرض. هنا انا مثلا عندي شركه واخذت قرض للبنك عشان البنك يقلل من مخاطر هذا القرض بيطالبني باساس انه انا اجيب له القوائم بتاعت الحسابات بتاعت الختاميه. طيب الالتزام بجدول زمني محدد لرد القرض. يعني هنا البنك لابد ان يحدد ليه يعني مثلا تسدد مثلا شهريا او تسدد مثلا ربع سنوي او تسدد كل سنه فيلزم بجدول معين فانت لابد ان تلتزم بذلك. ايضا من السيطره على مخاطر القروض اللي هي تحديد حريه المقترض ان يلزمك تحتفظ برصيد معين ما ينقص من الحساب. الزام العميل بالاحتفاظ برصيد نقدي في حسابه الجاري لدى البنك لا يقل عن مبلغ معين. يعني مثلا يكون في مبلغ معين مرهون ما يعني ينقص هذا المبلغ او لا تستطيع ان تسحب منه. هي واحدة هي حرية تحديد حرية المقترض وإلزام بتصرفات معينة كرؤوس أغلام اللي هي للسيطرة على مخاطر القروض. واضح؟ 2 مطالبة العميل بتقديم ضمان عيني. البنك يطالبك
انك ايه يا جماعه ترهن شيء، ترهن حاجه عنده، مطارد العميل بتقديم ضمان او رهن قد تكون قيمه الضمان عارضا اكبر من قيمه الارض. مثلا انا الان عاوز اخذ الارض، فالبنك تخوف من الارض اللي انا عاوز اخذه، فانا امتلك ارض بضع ارض، فلذلك قالوا هذا يعتبر ايش؟ يعتبر رهن، لكن يجب ان تكون اكبر من قيمه الارض. يكون هذا الضمان في احد او بعض الصور التاليه: اوراق تجاريه قابله للتحصيل كالكميالات، اوراق ماليه قابله للبيع كالاسهم والسندات، مخزون سلعي عند السلع، اراضي، مباني، سيارات، لكلها يا جماعه تعتبر ايش؟ ضمان، ضمان عيني او رهن. يعني من السيطره على مخاطر القروض، احنا واحد قلنا تحديد حريه المقترض والزامي بتصرفات معينه، فرصه. اثنين، مطالبة العميل بتقديم ضمان عيني، خلاص. ثلاثة، مطالبة المطالب بضمان شخصي من طرف ثالث. البنك يقول لك خلاص نحن بنعطيك الغرض، لكن لابد أن تجيب شخص يكفلك. خلاص يا جماعة؟ لابد أن تجيب شخص يكفلك. المطالب بضمان شخصي يستعين العميل بطرف ثالث. لماذا سمي طرف ثالث؟ لأن العميل يسمى رقم واحد، والبنك رقم اثنين، والعميل أو الكفيل رقم ثلاثة. فلذلك يستعين العميل بطرف ثالث ليضمنه شخصية لدى البنك. قد يكون الطرف الثاني الضامن شخصا أو منشأة. يشترط في الطرف الثالث السمعة الطيب. قد يخفض البنك سعر الفائدة أو يغلل من حدة شروط القرض بسبب وجود ضامن شخصي طيب السمعة. واضح يا شباب؟ يعني البنك إذا وجد، نعم هذه كروس أغلاق، ما عاوزين الشرح ده، ما عاوزين ها؟ ما عاوزين هذا الشرح اللي هي كيف يمكن البنوك السيطرة على مخاطر القروض. نحن قلنا إلزام العميل أو تحديد حريات العميل وإلزام تصرفات معينة. اثنين، المطالبة بضمان عيني. ثلاثة، المطالب بضمان شخصي تجيب شخص يكفلك. أربعة، المشاركة مع بنوك أخرى في القرض. المشاركة مع بنوك أخرى في القرض، كيف مشاركة؟ أن البنك يشارك بنك آخر في هذا القرض. مثلا جامعة الإمام، جامعة الإمام محتاجة إلى مبلغ مالي كبير، فهذا المبلغ عشان قدمت لهذا القرض مثلا من مصرف الراشي. مصرف الراشي شاف هذا المبلغ كبير، فلذلك شارك فيه بعض البنوك. تسعى إليها البنوك التجارية في حالة القروض الكبير، بغرض لما تكون كبير، بغرض توزيع وتقليل مخاطر القرض. يعني عشان ما يكون القرض كبير على البنك، فلذلك يوزع مخاطره على البنوك الأخرى. يقوم كل بنك مشارك في القرض بدراسته وتحليله. طيب، اشتراك أكثر من بنك في دراسة وتحليل القرض تضمن إلى حد كبير سلامة القرض. يا جماعة الله يرضى عليكم، السؤال في 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 رؤوس أقلام كثير جدا جدا. أنا ثاني لما بحدد لكم أقول لكم هذه رؤوس أقلام، ولا بحدد لكم أقول لكم هذا، تحفظوا الشرح وتحفظوا رؤوس الأقلام كلها. طيب، خمسة، التأمين على القرض. التأمين على القرض، كيف تأمين على القرض؟ في بعض الدول يجوز التأمين على بعض القروض التي تقدمها البنوك التجارية. يعني البنك يقدم لك قرض فيطالبك بأنك تدفع تأمين لهذا القرض. مثلا أنا الآن رحت البنك أعطاني 200,000 ريال، هذه 200,000 ريال البنك بيقوم بيأمنها عند شركة التأمين ويقسم قيمة التأمين من هذا المبلغ، التأمين على القرض. طيب، يدفع ايش؟ يدفع عند شركة التأمين. لماذا؟ لأنه أنا إذا تعثرت عن الدفع أو امتنعت، فالبنك ما له يا جماعة، ما عنده مخاطر هنا، فشركة التأمين هي تدفع المبلغ وتطالب مين؟ تطالب العميل. في بعض الدول يجوز التأمين على بعض القروض التي تقدمها البنوك التجارية. يكون التأمين لدى شركات أو هيئات التأمين أو هيئات مركزية أخرى. تتصف القروض الممكن التأمين عليها عادة بغلة مخاطرة وبالتالي غلة عائدة المتوقعة. وغالبا عندنا يا جماعة
كي تمويل السيارات. الآن البنك اللي أعطاك سيارة ممولة من عنده فلا بد أن يأمنها فترة السداد. الحاجة الثانية إذا البنك مثلا أعطاك منزل بالأقساط أيضا لا بد أن يدفع تأمين لهذا المنزل. فإذا حصل أي ضرر أو أي شيء فشركة تأمين تتكفل بذلك. فيمكن للبنوك التجارية تسيطر على مخاطر القروض هي جماعة رؤوس أقلام خمسة نقاط اللي هي رؤوس أقلام تحديد حرية المقترض والمطالبة مطالبة العميل بضمان عيني والمطالبة بضمان شخصي والمشاركة مع بنك آخر والتأمين على الأرض. واضح يا جماعة؟ ففي ناس عندهم محاضرات أخرى. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.